على ملعب بيروت البلدي خطف الاجتماعي نقطة غالية من الصفا بطل لبنان بعد ما قلب تأخره بهدفين لتعادل إيجابي 2-2. اللقاء بدأ بتنظيم صفوف وجدية عند لاعبي الصفا، فافتتحوا التسجيل بعد مرور 6 دقائق بواسطة العاجي إبراهيم توري. الاجتماعي شعر بصعوبة المباراة من بدايتها وحاول يهاجم خصوصا عبر لاعبه الغاني نيكولاس، لكن من دون ما يصيب المرمى. السيطرة الصفوية استمرت وترجم القائد الجديد حمزة سلامي بالهدف الثاني الرائع مستثمرا تمريرة لتوري. وبالشوط الثاني وصل بطل لبنان خطورته وكاد يعزز النتيجة بأي لحظة، خصوصا من تسديدة كونستانتين طوبا وكان الحارس أحمد قرحاني بالمرصاد. وبعد ما الكل توقع أنه الصفا بطريقه لتحقيق فوز سهل، اتمكن مصطفى الأصعب من استغلال سوء تعامل محمود كوجك مع الكرة لينفرد ويقلص الفارق ل 2-1. خطوط الصفا بدأت تتفكك بعد هالهدف بالرغم من تألق قلبي الدفاع علي السعدي ونور منصور، وبعد انحصار اللاعب بمنتصف الملعب مع أفضلية للاجتماعي يلي كان واضح إصرارهم على الخروج بنقطة على الأقل لتأكيد بدايتهم القوية هالموسم. وللمرة الثانية الحل كان عن طريق الأصعى يلي أطلق صاروخ انفجر بمرمى الحارس سياد الصمد. الاجتماعي أكد مرة جديدة أنه أحد الأندية يلي بينعمل لها ألف حساب قبل مواجهتها، أما الصفا فعليه تدارك الأمور ومعرفة أسباب أخطائه بآخر جولتين.